مولانا محمد وآله وصحبه وتفضل من جن وجهك الكريم من فضل ذلك إليك يا أستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليك من زواهر ومن خيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليك من زواهر ومن خيوب هذا بأبي وجلاله مغفرة من جملة المناهي ربج الله من جملة السرائر من الكبائر ومن دمائر غافر المرقل ما تقدم وما تأخر وما بينهما رهيم من الموزجن علما وعملا وادبا وفهما ربي الاكتفاء على منافعا واجعل حياتي من جفاء مانعا اجزي من الاسرار والخامدة يا خير من كتب سرا خامدة لما جميع ما تمر خلدا أبي من الخير وشف الخلدا لولنا توكل العصميا ربي بكل وتعظم الكلاميا أبني يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وأبني اللهم في آياتي وأجل فؤادي وتنى الأيادي أبني كوني مثل كل من يدوب ولسواء إلى أبي مع الغيوب أقول لكل في تأييدا من الذنوب والمعاصي والأفاني حتى نخرج الجنة التي وجب أن تكون برحمتك يا رحمن يا رحيم حرف الألف عزيز بالملاء في المقدمة على الذي على سواه قدما عزيز بالملاء في المقدمة على الذي على سواه قدما على أمر لله الذي جعلني معجزة للمتوى في العالمين أجر وأجل ما وابى أجر وأجل على ما وابى من المنال وإذا يسبى أجر وأجل بلا إخراج ولا عداوة ولا تدراج أجر وأجل بلا إخراج ولا عداوة ولا تدراج أجر ربي المكرم المهين ولسوى يبني كل لئيم أجر على النبي المصطفى عليه السلام بسلام صفا أدى سلام ربي المقدم على النبي المنتقى المقدم أبا سلام ربي المكرم على رسول المنتقى المكرم أبا سلام الذي له القدر على المتبع الذي مع القدر أبا سلام بسلام سرمدا لمن كمان كل من لم يحمدا أقول أهل المصطفى محمد يا لي وسبي ولمدي أنا سلام من إليه كل يا على الذي يجعل بسرا كل يا أن رحيما مع معايد وخير مدرى فقى مجايد أحمد يا محتاج صلى الله عليه في حال وموالاه عجل ما رقى المريد تربية لخير ما رقى المراد ترقية أحمدنا أبيكنا الكريم من كان آخر الورى المعلوم حرف الباء الموحدة بدأ بالبين يا بني المجرمين مهاجرا إلى والأجر أمين أعظم خلق ذات الشجرة بالبير قبل وكفاني الفجرة أيها الخلق مع الأقلام أنت من يلقي الله العظيم أنت من يلقي
I'm not going to be able to do it.
والدائم الغلب يا دقا مثل سلام وحدا لمالك والكل من العداد نوات وأمر بهم خمس سنين والكل من أخذ إباء وجنون لما أنقر يقوى أقلامي وجاهد مع المدد على أمين يا أهو إبليس من الإخراجيب يا أهو إبليس من الإخراجيب إن أنه داري بسرابي إما أهو من سيوم الإخراجا ووجوه في بني خراجا دعوت ربي بجاء البريد ونية الخدمة في البريد دعوت مصر الغريب الظلماء مجاهدا لمن أبى أن يسمع دمدم على ميت الذين ظلموا وفي بدر الذين أسموا ضحايا تجد خير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ليلك الذي قد جاد قديما فيك وفيك عادا دعاك عبد الغفران وحدا وغلوها في المنتهى من افعدا دائم الرسل مع صلاتي عليه بالارسل سلامي حرف الزاد معجبا ذل الذي ابت باع احمدا وثلث الله الحليم سبدا ذلت الاغلب الغدا سريعا بجاره ويكفر سريعا ذل الذي بارز قادم النبي جنة جغر بأغضية في جنبي ذلك واجب الكريم المسلم جقيم لمن النبي أبا أن يتقيم لبابدان كل مدرك جيدي مجاهدا بقلوها لا ولي ذلي يد الفجر الذي لم يجدي وليس مولد أتى بقدري ذلي لو أزل لي رقابا فعن فؤادي قدف النقابا لك وقتي وثياب علمي وأدمي وعمري وحلمي ذكر الإلهية في مكين منتقى عبدا قديما والآن آلنا انتقى ثبت قلبا ثلاث أيام الأحد بقنجر كبير عبد الأحد ثبت بقنج ولا ويدي لوجه من ليس ثواب ونادي لفت ربي مسلي الوعد سيدنا محمد الحي العلا حرف الرأي رجعت ربي وحقق رجا وشرف كل غيمي فرجا ربط قرابي من مجد النبي مسليا ومسليا في جنبي لبيا كم يلائم وكانني بالفضل والمني وسر سانني رجعت في البغي وفي المتاني فجاد جلوى بجل كتاب ربي أسلي وتسلي سمدا على كريم كل أقل مدى ربي أسلي وتسلي أبدا على الذي كان فيه من أبدا ربي أسلي بلا تنائي على جميع آمن ونائي ربي أسلي بعد أن تسلي على الذي فيه لما امتبريا لما نسلي سلم جمع سلام على الذي جاء بيات الكلام ليه مسلي كل شر وسلام مع سلامك على جل أدنى نبي بجاه العظيم سفرا ليه العظام عن وجه الخير الكرام حق الجاي جذو قصائد مجاهدا لدى من نصب لله يبقى ولدى لا دوم الوائد في الدارين ما يرد الحارين والنارين إمامهم يقود إبليس لما في القرآن والتقليد ضعفهم قد عزيز منتقد ينظر من دنيا فيه لا يندقم سيد في أجل مسار الخدم الحالك للأقوياء لفربي نفرت أفكار كلامي للنبي في غربتي وسفري وسلمي يسر لو أقضى إلى الأمداح والصلوات ومن الأقداح يسر لو أقضى إلى الأمداح والصلوات ومن الأقداح زينة الدار لكوني مادحا إيدن اللغير من عيوبي وأرجي ثلاث من خيوبي أي بنى ذي قومي القديمة للمتبى الذي أوى تقديمة لا تروني سلمة المجندي عن الممات ولا ذاو الجندي طيب سنائي وسلاتي بسلام للمتبى الذي نبى عن السلام طيب سلامك إلهي أبدا وتقمى لخير من دعا بدا تبرزتي وعزى الاتلاوة أمت من يهيم لي حلاوة
ظفرت قلبا ثلث جليلا بمدي من جعل والخليلا يجب سبيقا معين بذكره وبامتدائي منتفى وسجري تخمر مثل المنقى سقائي وجاد لي بالبرد والبقاي أرد عني النصارى واللوين ربي بمدي المنتفى لي مسلمين طلب قبل ثلاث منهم لو بي وقد رديت عنه حفظ لي معجما لذيب بالآيات والزحاق والفقه والآلات ذا سحاق نظرني الوعاب بالكتاب والسنة المزيلة العتاب لعارني أن رسول الله وزيلة غدا إلى الإله تجد رجال الله بالمغتير وعلي وزيب الأسير للم نفسه الذي لم يعتفن بالغرج والخال الذي لا تنبذل للروايه ثم تقوى والتميم قال الاله لوتابع التميم لرياء في الدار لزوجات النبي ولا ازال في سلام مسلمين نجت في تغرب مجاهدا وبايعا بقلم معايدا ظللت عبد الله خادم رسول تلا عليه وابا ليبسل تلا من الاعداء اهل الخجر فكفهم اني اهل البدر تلا من الاعداء اهل الخجر وكفهم اني اهل البدر لكن جبت انت وابن جواني لما ليقتل بلا بواري دمي ودعي وعريتي بصلاه لم يودعي وعري بصلاة على النبي دبر وفوت بصلاة ذل الكتاب الله كفى الحرى أني وثمن اليقين شرى لم يجب الذي أهل الأقران غاب من المزر والغبران حرف الكافي قد أدوى أن لا أجل أحد وسمد الوالد المزيد قد أدوى أن الله تعالى لم يرد وليس موز الوالد في المجرد قد أدوى أن الوجود والحد جل ولم يكن له ولد إذا بغى قتيلتي وجاري وبيضا جل لتجري جاري كالبيا طويل إلى يجري ومرئت به وسيلة الخليل أرى من الأكرم والمكرم بكون عبد الله وكرم أرى مدينة الإله والنبي بقربتي وأوبتي وكلمي أتبقى ساكنا على ما جمع يوم الخميس ولي يوم الجمعة كتبت ساكرا على ما جمعه يوم الخميس ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة رسول رياية وقعني دواما خير رسول كلي لله ما المختار وآل بجر شابه أثاري أبدا ذو الجلال والإكرام من أخرجه بس بالمرام كتبت ذات عدسا بالنعم يجيبني من خير مغني المنعم فنوز أفضل صلاة وسلام اللهم آمين وانتفع من السلام حرف اللام لم يبقون الليل عليا غفر لي ثم لوالديا لم يبقون المتبع وسيدي لي عليا فائزا بالليلي مثل جلال الاكرم الوحابي من جاد بالاياب وزاني لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي لو علي حضور بالاقلام لو علي يسكن بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجه الكريم قد نبذت ما قد نبذت ولو أنا غير لو توجهت بجاه المجتبى ألا علي وابالي بالجباب لو سلامني بالانتحاب من أروم ورسول للمجتبى بسلامين بلا لعاية ربي وكل أكبر لجبك لكل عمر أكبر لداك وجني سرور الكبرى لو ولرد وكل الأنبياء وجي سلامك دواما ربيا حرف الميم موتي وسكي والأذى والبلوى أني نفاح الله عندك الوى من لكني الملك سر العظمى ولي يرد كل من تعظمى مددني الأكرم بالماهيتي بالذكر والحديث ذات طيبي مد رسول الله صار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ذك بك إني عبد المستجيب حتى نصير فللنار ينقلب مرد ما جابي وجادا مكابجا وبارجا ومنهدا معدو الموت إلى النيران وباب الغدد والخزران
من لم يرضك يا رسول الله عليك افضل صلاه الله نوى سلامي بآلك الكرام فتى بجنبر الكلام باحترام من قد العبد العزيز المنتقم ومن بدار القتل ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وجهي الذي قلبك وقوشك يا حرف النور نبأني البديع من كل سلام فتاقني الوهاب في يد سلام نوى بيانا وعرودا ولغا فبذيب ذكورا وابلغا نوى نذر العيب ذا العام وبعدها وجانب الانعام نبأني العام على ان النبي وزين لي في دبري وذنبين نجوت يا مدد من كل دليل وكل ذك والنفى جلد لي نبذ تذيب يا من كتابي بعد مدي القيم والمدام نبأني الأعد يوم الأليم تنبي أمر جناب مدليم نبأني بي على كل الأمور بيدي وليزق الأمير نويد ذبرا إلى الجنان براء وجسد والجنان نجعت مدي من توار بلوه وللذي على الورى فتلوه نادعو سلي وتسلي سرمدا على إمام وسليل أحمدا نبتني أبدي مع اليوم بذلهم عجل فأنت من يرد منك تزدهم أبو ساجل والملك أراد كل يا إلى الله إلى حد وجادني برزق اليوم الأديم أراد كل يا إلى الله إلى حد وجاد برزق اليوم الأحد أنا فادي ولساني والجسد أن يلقى ورادني ذوي الحسد ألا تهجر ما تزيني على الذي زاد به تعليمي ألا تهج العظيم سرمدا ألا تهج العرش العظيم سرمدا على أبيب الخليل أحمدا ألا تهج الجلال والإكرام على الذي أبي به مرامي ألا تهج